أما هذه المقولة فإنها في غاية الخطورة، وسيستغلها أعداء السنة وأعداء الإسلام للنيل من هذه البلاد المباركة التي قامت على تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وإذا كان لي من تعليق على هذه المقولة فإني ألخصه فيما يلي. نعم. أولا أن العنوان في حد ذاته عنوان في غاية الخطورة، السلفية على فراش الموت، ويبدو لي والله أعلم أن الكاتب لم يفهم ما هي السلفية وإلا لما كتب هذا العنوان. يوضحه الأمر الثاني، وهو أننا إذا قلنا السلفية فإننا نعني الإسلام، نعني السنة، نعني الجماعة، نعني منهج السلف الصالح، نعني ما يدعو إليه القرآن والسنة، نعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا هو المقصود بالسلفية. فإذا كان لا يفهم تلك السلفية على هذا النحو، أو أن عنده سلفية أخرى يريدها، فنحن لا تعنينا المسميات التي لا تمثل الحقائق. نحن عندنا السلفية هذا هو مفهومها كما ذكرت. وأما أدعياء السلفية كما يسمى بالسلفية المتحررة أو السلفية الجهادية أو السلفية ذات الرأي الحر أو نحو ذلك كما سمعت من أحد الكتاب في إحدى البلاد، هذه لا تسمى سلفية. وليس لنا أن نصدق تلك الدعاوى ما دامت قائمة على غير بينة، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. الأمر الثالث أن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ودولة التوحيد دولة آل سعود قامت على هذا المنهج القويم. نعم. بالتعاون العظيم بين الإمامين الجليلين الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد عبد الوهاب، والتي ما زلنا نتفيأ ظلالها إلى يومنا هذا. هناك يا شيخ صالح في هذه المعاهدة التي تتكلم، هناك بعض الليبراليين السعوديين يقولون أنه آن الأوان لإعادة النظر والانفكاك من هذه المعاهدة كي ندخل على العصر وننخرط في روح الحداثة في العالم، كيف تعلق؟ أعلق بأن أقول لهؤلاء، سواء هؤلاء الليبراليون الذين سمي إذا أشرت إليهم أم الخوارج أم دعاة الفتنة أيا كانوا، أقول إن هذه المقولة خطيرة جدا، وهي تعني نسف جهود هذه البلاد في ثباتها على مبادئها مع الأخذ بجميع أسباب الحضارة المباحة المشروعة التي لا تتعارض مع ديننا الحنيف. والدين لا يعارض التقدم والحضارة التي تنهض من الأمة، وإنما تعارض الانحلال والتقليد الأعمى والتشبه بغير المسلمين، من تشبه بقوم فهو منهم. فهذه الدعوة دعوة عريضة ودعوة فاسدة، لأنها حفظكم الله لم تفهم الواقع. هم يقولون إن السلفيين لم يفهموا فقه الواقع، أنا أقول إن الذي لا يفهم فقه الواقع هو الذي يدعي هذه الدعوة. إن علماءنا ودولتنا وولاة أمرنا قائم متفقون ومتعاونون على قدم وساق على الأخذ بأسباب الحضارة، على الأخذ بأسباب التقدم، وما من قضية تحدث إلا ويدرسونها ومن جميع جوانبها، وينظرون إلى مدى ملائمتها لدين الله الحق، ثم بعد ذلك يقررون فيها بما لا يتعارض مع الدين. ولا يمكن للحضارة الحقة والتقدم الحق أن يتعارض. طيب. الدين جميل يا شيخ صالح، يعني أنا في هذه النقطة يا شيخ صالح الحقيقة تحريف الحقائق وقلب الحقائق وإزالة ويعني تلبيس الحق بالباطل، فأفواه الناس لا يمكن إغلاقها إلا بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه.